الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب، ربي يسهل على الجميع. إخواني الكرام، غنعرض عليكم بعض الصور ديال واحد الفيلا كتواجد بن سليمان، اللي المساحة ديالها 284 متر، جات في حي القدس، فيلا جديدة، يعني قول البيرمي دابيتي ديالها تسليم السكنة في 2011 باش خدت تسليم السكنة. فيها سوسول، فيها التفاصيل كاملة غتلقاوها على الفيسبوك او على الوصف ديال الفيديو. كما قلنا اخوان الكرام، كاينة بن سليمان حي القدس، وبن سليمان ثم راك عارفين ان شاء الله كتولي دابا في الايام الجايه ان شاء الله بحول الله وبروك ديك الناس. الثمن اللي كيطلب فيها صاحب الفيلا هو 240 مليون. طبعا كتبقى دائما قابله للتفاوض مع صاحب العقار، لان انا لا اناقش ما لا املك. هذا باش نكونوا واضحين، انا الدور ديالي اخواني اخواتي هو كلاقي البيع وكلاقي الشاري فقط في اطار القانون والاحترام. اللي عنده العقار ديالو قانوني مرحبا به، واللي غيشري خصو يشري براسو مرفوع قانوني، باش انا حتى شي واحد ما يمكن لي نورطو في شي عقار اللي هو غير قانوني. هذه مساله عندي مبدا، شكونوا واضحين. اما الارزاق اخواني الكرام فهي بيد الله، يعني ارزاق بيد الله. على كل حال اخواني الكرام، ما نطولش عليكم، غادي تشوفوا الصور والمعلومات، والرقم الهاتف موجود على الشاشه، يتصل اللي مهتم بالموضوع طبعا، يتصل وغيدير الزياره ديالو لعين المكان ويشوف الوريقات وبلاتي عليه، ولا خاب من يستشر، وديك الساعات اخواني الكرام ياخذ القرار ديالو اللي هو يتوكل على الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى اخواني الكرام التوفيق للجميع. غادي نشوف الصور وربي يجيب الخير.